سعدنا فيها اليوم بلقاء مسؤولي الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ للحديث معهم في كل ما يخص أبنائنا التلاميذ في مؤسستنا التعليمية، وأهم نقطة هي يعني تبليغهم والعمل معهم في إطار توجيهات وتوصيات السيد الوزير الأول التي أسداها القاضية بوجوب تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التعليمية، وكذلك تحدثنا على وجوب تفعيل دور الأولياء في ضبط سلوك وسلوكات أبنائنا إن في داخل المؤسسة أو بجوارها أو خارج المؤسسة. تحدثنا كذلك بخصوص امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي وما تبقى من إجراءات سنقوم بها إلى غاية نهاية السنة الدراسية، وأعلمنا الأولياء بكل يعني الإجراءات القادمة والذي نستحسنها كثيرا والتي في الحقيقة تصب في مصلحة التلميذ والتي ستعطي دفع وتعطي تحضير لأبنائنا وتعطي حظوظ أوفر لنجاح أبنائنا في حياتهم الدراسية وربما الجامعية كذلك. هذا ماشي امتحان راح يدخل في انتقال تلاميذ إلى مرحلة أخرى، هذا يكون تقييم مرحلة الابتدائية باش يكون التلميذ تكون عنده انفيش تكنيك اللي هو الاساتذه يصحوا كامل الاخطاء ولا النقائص اللي تكون بالنسبه لابنائنا التلاميذ، وتكون دراسه موجهه لكل النقص في ماده من المواد للتلميذ.